دكتورة ألفة علي كامل عبد الفتاح عبد المجيد، أنا رئيس الجامعة وفي الوقت نفسه أنا نائبة في البرلمان. أهم القضايا اللي هي كانت إن إحنا عملنا فيها تشريع اللي هي الاستثمار، وإن الاستثمار ده بيساعد على نمو طبعاً الاقتصاد بتاع الدولة وجذب المستثمر للداخل، ده حاجة جميلة جداً، بيوفر عملة وبيوفر بيدي فرصة لتقليل البطالة اللي عندنا، لأن إحنا عندنا الإيد العاملة ماهرة وفي الوقت نفسه الأجر بتاعها بيبقى بسيط بالنسبة للدول الخارجية. المناخ بتاعنا كويس يساعد على الاستثمار ويساعد على الصناعة وعلى كل الأفكار في العملية الاستثمارية، فكل الكلام ده كله فيها أمان والحمد لله هي سيفتي من كل ناحية، فده كله بيساعد المستثمر. أنا ساهمت طبعا في قانون التعليم بحكم تخصصي، وأنا يهمني قوي التعليم لأن التعليم ده طبعا أمن قومي، وساهمت فيه في كل يمكن البوكليت اللي طلع في الثانوية العامة كان لنا دور فيها، ودي أنا اعتبرتها نجاح مش فشل، لأن الثانوية وهو الحمد لله لما كان على في موقع التنفيذ حاليا الشكاوي كانت قليلة جدا، ودي حاجة عادية أن يشتكوا من مادة أو مادتين، ولكن كان في نجاح في عمل. أولا ما فيش تسريب حصل، ما فيش غش حصل، قال لنا الدروس الخصوصية، وكانت الفكرة الأساسية هي رجوع الطالب وارتباطه بالمدارس. شاركت في قانون الخدمة المدنية، كنت أنا عايزة في الخدمة المدنية نطبق تطبيق بكل حذافيره، لأن الحقيقة كان هيقلل من السلبيات اللي موجودة، ومن مش عايزة أقول الفساد الإداري، ولكن الإهمال الجهاز الإداري بقدر ما هو كان موجود يعني. وكنت برضو عايزة الكفاءة تبقى ظاهرة، المستحق اللي هو الكفاءة ده اللي بياخد أي حافز أو أي حاجة لازم يكون كفء فعلا، وإحنا طالبين هذه الكفاءة، وخاصة إن في بعض الوظائف تتطلب كفاءات بمستوى أعلى، ولكن موجود فيها دلوقتي أكتر من موظف، فالعملية دي بتبقى فيها كنوع من البطالة المقنعة اللي ما بتديش النتيجة الفعلية والإفكتفنس يعني بالكفاءة المطلوبة للعمل. أنا بتمنى لمصر إنها تبقى فوق العالم كله، لأن أنا مصرية وأحب أرض مصر وأحب تراب مصر. بتمنى لرئيسنا إن ربنا يوفقه ويكون في عونه بكل حاجة، وإن شاء الله ربنا يحفظه ويحفظ مصر، إن مصر دايماً هتبقى قامة طول عمرها ولها عزة ولها شعب يستحق كل الاحترام والتقدير.